شعور ما ينوصف يعني. لاحظ يعني انت الجسم يكزبر من توصل لهيج اماكن ولهيج مكان. الحمد لله وشكر وصلنا، وهاي انا يعني اول مرة ادخل، وان شاء الله اعود واتواصل واجي وارجع ان شاء الله، ولحظات حلوة يعني، وان شاء الله باكر نأدي القسم اليمين ان شاء الله. كلش سعيدين احنا بوصولنا لهاي المحافظة الكريمة. شعور لا يوصف عندنا دخول مدينة كربلاء، مدينة الإمام الحسين ومدينة العباس. شعور جدا فرحانين به، لأن هذا الإنجاز يرجع للعتبة العباسية إنها جمعت كل طلبة العراق. راح نشاهد من أخواننا في الجنوب وبالوسط والشمال. الحمد لله وصلنا على مجمع أبو الفضل العباس عليه السلام، وإن شاء الله أكو فعاليات نقوم بها باكر إن شاء الله يوم الجمعة، وإن شاء الله تكون تجربة حلوة. وبالنسبة لي يعني أنا أول مرة أجي، وإن شاء الله أعيدها وأكررها.